ما شاء الله تبارك الرحمن، لك خلق مشروع، بخاطرك مشروع، كاهو جاهز مجهز، هو برخصته بشغله كاملة، عليك بس انك ترتب نفسك وتشوفه وتتوكع على الله. السيارة موديل 2019 تاتا، سيرفس منتظم في وكالة الكويت، ديزل، وهذه هي السيارة، وكيلها الزياني، صناعة هندية، ديزل، غير عادي، تكييف، كفي 3 أشخاص، يعني ممكن يكون السائق والموظف الطباخ واللي ياخذ الطلبات. سيارة نظيفة ما شاء الله تبارك الرحمن، شيء مرتب. إذا مو متخيل هي ماشية 6300 كيلو. هني مكان شغل الغاز وشغل مرتب، صاحب السيارة تعبان عليها، كاشف الغاز، حاطلك الكات أوف حق الغاز إذا صار فيه أي تسريب، كشافات خارجية ومظلة أمريكية خارجية، كاميرات خارجية، السيارة نظيفة، مولد كهرباء هوندا كاتم 12000، يعني تشغل لك كل شيء بالسيارة وأنت مرتاح. بنزين هني تعبي الماي وهني تعبي البنزين للجنريتر، ماكينة الكهرباء نفسها، وعندك هني ممكن تقدم الخدمة. طبعا يعتمد على المكان اللي انت واقف فيه، ممكن تحط لك طاولاتك وشغلك، وتخيل جوك بدال قاعدة البيت. تدخل السيارة مطبخ متنقل، جنبين، جنب على اليمين وجنب على اليسار، خلنا نشوف اللي على اليمين شغلة. هني عندك مغسلة، حوضين، ماي حار وبارد، حار وبارد. هني عندك الكاميرا، وعندك هني الكلينكس، وهني عندك مخازن، هني المضخة والفلتر، وهذا سخان الماي. هالصوب كاونتر فاضي، جهز شغلك، وعندك هني الميكروويف، عندك هني كاشير كامل، سيستم منظم، وعندك هني خزان ماي. بعض الناس شفت بخزان ماي حديد، هذا هني شغل مرتب، خزان ماي 130 لتر بلاستيك، ثلاجة، فريزر، ونسة. هني عندك مكان على أساس إذا تبي توصل حق الزباين، إذا الجو حار ممكن إنك تسكر هذه الدرايش بالطريقة هذه. وهذه هني عندك ثلاجة حق السلطة، ما سلطة، وممكن إنها تسكر، أو عندك هني لوحة التقطيع، وممكن تستخدم الثلاجة من الجهة هذه من تحت بعد. هذه صناعة أسبانية، شغل مرتب. هني ما عندك شغل أي كلام، كل شيء سنع، كل شيء شغل هاي كواليتي. عندك هني وحدة تكييف انفرتر LG 2 طن. ونروح نشوف الجهة اليسار، هني عندك مخازن كباتة، عندك مكينة قهوة تسوي لك أي قهوة ببالك، عندك جهاز التسجيل، عندك صندوق الكهرباء، وعندك هذه تسخن لك الصمون، التوستر، تحمش لك التوستر. وهذا هني عندك بعد هم ثلاجة، هذا هني الشفاط كامل، وهني عندك لوح الجريل كله على الغاز، وعندك هني معونين حوضين على الغاز حق الشيبس أو تشيكن نيجت. تبارك الرحمن، السيارة عجبتني بمعنى الكلمة، يعني شيء مرتب. شفت وايد سيارات، ما شفت سيارات مهتمين فيها، هاي كواليتي، كل شيء نظيف، كل شيء مرتب. عندك هني هذه بعد هم ثلاجة، وعندك هني كاميرا. السيارة تجهيز الغضيبي هني بالكويت للمطابخ، السيارة كلفت أكثر من اللي معروضة فيه بوايد، ولكن لظروف المالك إن شاء الله هذه السيارة للبيع مع الرخصة، مع حساب الانستغرام. والطباخ اللي قاعد يشتغل على السيارة ومعارف على السيستم ومعارف على الأجهزة توفر للتنازل. يعني أنت لما تاخذ السيارة هذه راح تاخذ مشروع كامل، تحول السيارة باسمك، تحول الرخصة باسمك، كل شيء يكون عندك، عليك بس تحط لمساتك وتتوكل على الله. حساب الانستغرام، الطباخ، هذه فرصة ما تتكرر، مو كل يوم يكون عندك هذه الفرصة بأنك تكون عندك مشروع جاهز تحت يدك. أنت تقعد تفكر بس غيرك بيعزم، خليك من اللي معزمين وتوكل على الله، والله يبارك لصاحبها واللي بياخذها.